البنات كديرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون اموركم كلها بخير على خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم. هذا الفيديو ديال اليوم مغير الفيديوهات السابقه وانا رجعت لكم من جديد وكنتمنى هذه العوده تكون خير لكم وليا وللمسلمين جميعا. انا سبب اليوم كما قلت لكم هذا الفيديو مغاير، وهذا الفيديو علاش بغيت ندوي لكم شويه على سبب الغياب ديالي على القناه. هذه شهرين دابا بانني ما حطيت حتى فيديو، وكان سبب شويه ألمني هاد الحوايج اللي طراو ليا، هو انني تسرقت في الشارع. يعني كنت غاده في الشارع بحال اي مواطن غاده في الشارع، هز الساك ديالي ومشى ليا الساك ديالي، جوج الناس فوق الموطور. كما كتعرفوا راه كاينه هاد الظاهره، الله يهديهم والله يبعد منا كلنا هاد البلا ديال هاد الناس. كما كتشوفوا واخا يكون الساك ما فيه حتى شي حاجه كتاثر فيك هاد المساله، وعاد انا الساك كان عندي فيه البورطابل ديالي، يعني الهاتف ديالي، والهاتف ديالي انا ديجا كنت كندير فيما كيكون عندي شي فيديو كنصور وكنخليه حتى وكان حتى كنكون مساليه ولا عندي شي وقت، عاد كندير المونتاج ديال الفيديوهات وكنبدا نلوح بشويه بشويه. هادشي اللي كيكون، حيت بعض المرات يقدر يكون عندي واحد مثلا جوج حوايج بغيت نفصلهم في نهار واحد او ثلاثه، وكنصورهم كاملين وكنخلي هذوك الفيديوهات في البورطابل. هادشي اللي خلاني انني ما بقيتش لحت، وعاد انني يعني ستريس وواحد الحاله نفسيه كانت فيها، راه ضروري اي وحده غتكون فيها، هي اللي خلاتني سميتو بقيت واحد المده حتى ارتاحيت. وكما كتشوفوا مني كتبقاي واحد المده مني كترتاحي كطوال المده صافي كتعكسي انك تبداي من جديد. وهادشي علاش بزاف ديال البنات صيفطوا ليا تعاليق زوينه، الله يجازيهم بخير، وكنتمنى لهم كل الخير، وكنتمنى كل المتتبعات الخير، وكنتمنى هذا الشيء ما يوقع لحتى شي وحده في المتتبعات ان شاء الله. هذا الشيء اللي كنتمنى، ما بغيت يوقع لحتى شي وحده هذا الشيء. وكما قلت لكم المتتبعات صيفطوا ليا لا رجع للقناه من فضلك وهكا وهكا، داكشي الهضره ديالهم زوينه هي اللي خلاتني نتحمس ونجي اليوم باش ندوي معاكم بحال هكا. هادشي علاش اليوم ان شاء الله جيت باش ندوي معاكم وقلت لكم هادشي اللي طرا، وكنتمنى ما يطرا حتى شي وحده طبعا. وعاد بغيت نشارك معاكم واحد التويبات، لان الفصل ديال البرد غادي يدخل وغادي اكيد نديرو فصاله فصالات ديال المنطوات او عبايات البرد او كسيوات بتوب سخون او منطوات. هادشي اللي بغيت نقول لكم، وغادي نشارك معكم هاد التويبات، التويبات اللي تشراو من المحل ديال خالد اللي حدايا، اللي كيعرف المحل ديال خالد راه دابا جاب تويبات زوينين. وان شاء الله الا بغيت ندير لكم واحد الفيديو في المحل ديالو باش تاخذوا فكره على التواب اكثر واكثر، عليه التواب ديال البرد. كما كتشوفوا هذا الكارو، انا الطريقه باش كنخدم هي هذه، كدير هذه الطريقه. كما كتشوفوا كناخذ العبار على سيده بحال هكا، هذا الريجستر كبير باش يبقى عندك العبارات كلهم. كما كتجي السيده كليانه ديالك كتلقى العبار ديالك هنايا، وما كيكون عندك حتى شي خطا بحال هكا، كتاخذي الخدمه ديالك بهذه الطريقه. شوفوا كنقطع طريف ديال التوب بحال هكا، وكنقطعو قدام القياسات ديال السيده بحال هكا. هاد القياسات عفوا هادو، وعاد كنلصق هاد الوريقه، هاد الوريقات كنلصقهم بحال هكا. هادو وريقات كيتباعو بحال هكا، كتشديهم هانتوما كتحليو بحال هكا فهمتي، وكتلصقي على التوب وكتكتبي تعليق اللي بغيتي على هذا التوب ديال من الاسم، ربما ما تقطعيش منه وتحطيه هنايا، وكتكتبي غير الاسم، الاسم راه كاتبه هنايا، وكتبه القياسات ديالها. تقدري تكتبي الديكور او هذا شوميز طويل، يعني بغاتو مونطو على شكل شوميز طويل، صيف من القدام، الكول اوفيسي عفوا، والبواني في الكمايم واللي بوش. ان شاء الله غنشارك معكم هاد المنطوات، غير بغيت نوريكم التواب وطريقه العمل ديالي كتكون يعني ما فيهاش الخطا بحال هاد العمل. كتحسي بان التوب ديالك مثلا، هذه خديجه سميتها، غادي نمشي لخديجه بحال هكا، كتكون عندي
ها هي خديجة، يعني هادو هما القياسات. هنا كاتبه لها الجيب بوش والثوب بغاتو ماشي على الوجه ديالو، ها نتوما ماشي على بغاتو مقلوب، انا كاتبه الثوب مقلوب، داكشي علاش درت الورقه على هذا. ها نتوما هذا التويب الاول، التويب الاول، ها نتوما التويب الثاني، حتى هو كاتبه فيه الطريقه اللي بغات السيده، القطعه بالبروتيل في الامام والخلف وفتحه العنق وفي سميتو والكم بواني والبواني في الكم عفوا. ها نتوما هذا حتى هو تويب اخر سخون، وتويب اخر حتى هو، ها نتوما حتى هو نفس الطريقه، كاتبه السميه ديال السيده والموديل، كاتبه الموديل اللي في التليفون حيت صيفطات ليا الموديل في الواتساب. بحال هكا كتخدمي وانتي مرتاحه، الخدمه ديالك كتكون اليس، وكتعرفي بانك ما تقدري ديرتيش خطا. عطي وقتك الكامل للخدمه ديالك، وعطي وقتك باش تكتبي هاد التعاليق في الثوب، وتعلقي طريف ديال الثوب بالسكوتش على القياسات باش ما يبقاش عندك حتى خطا. تقدر السيده تجيب لك الثوب بحال بحال، مثلا هادو عندنا ها هما نفسهم، عندنا جوج ثواب بحال بحال، والقياسات ماشي بحال بحال. ديما الثوب هاد اللصقه نقدر انا كنفصل وكتمشي مع الثوب عند المعلم، وكتجي معاه وكتمشي عند كطرفيل وكتجي معاه، وحتى كانها كتصلح وكتبقى في البياسه. علاش يقدروا يكونوا عندك جوج ثواب بهذه الطريقه ولكن القياسات مختلفه؟ باش غتعرفي هذا ديال من وهذا ديال من، كتسني حتى كتجي السيده تقيسي لها ما يمكنش، دا ديريكتومون السيده كتجي كتعطيها اللبسه ديالها كامله. ميمكنش تقول لها قيسي هذا عندي جوج ثواب بحال بحال، شوفي هذا واش ديالك ولا الاخر ديالك، كتعرف ان الخدمه ديالك ماشي هي هذه. ديما كتكوني بحال هذه الطريقه، هاد اللصقه كتمشي في الثوب فيما مشيت، كنلصقها وكتمشي، كتمشي كتبقى لاصقه، بدليل ان ما غيحيدهاش الخياط كيكتب. مثلا كان الخياط كتكتبي ليه مثلا جلابه بالعقاد، حتى هو كتكتبي ليه داكشي اللي بغى يخدم، يعني ما تحتاجيش تقولي ليه وتقولي ليه. كيجي كيدير خدمه مستفه والتعليق ديال الخدمه وداكشي الخاصيات ديال الجلابه كاينين في الورقه، كيقرا الورقه صافي وكيتبع. هانت تحس مثلا جلابه نسطوق الضيس الطرزيزه مثلا في الامان فتيحات في الجناب، هادشي اللي بغيتي كله كتبي في هاد الورقات. هادو رائعين رائعين الكتابه ديالهم بحال هكا. انتما هذا ديال حسنه، هذا ديال خديجه، يعني بجوجهم وكما كتشوفوا هادو هما التويبات اللي شاركت معكم اليوم. ان شاء الله من دابا غنبدا معكم الفصاله التعليمات، يعني دروس الفصاله على اليوتيوب، وغنبدا بهاد التويبات السخان، الموديلات اللي بغاو الناس ديالهم ان شاء الله وتشاركوهم معايا. كنطلب منكم واحد الطلب، المتتبعين ديالي الاوفياء العزيزات عليا وعلى قلبي وعلى كل شيء، وانا رجعت لكم، ولكن بغيت الرجوع يكون مغاير على اللي كان، والفيديوهات يكونوا مغايرين على اللي كان. ان شاء الله غادي يكونوا الفيديوهات مغايرين، كنتمنى هذا الخير. علاش؟ لان كنشوف الفيديوهات واخا كتكون مشاهده وكتكون شي مشاهده كبيره، لاجل ما كيكونوش طالعين، وعاد بعض المرات المشاهده حتى هي ما كتكونش طالعه، واخا كل المحتوى انه زوين. انا كنخدم على المستوى انه يكون المحتوى انه يكون زوين ديال الفيديو، ولكن باش يدخلوا الناس ويشوفوا هذا الفيديو ما عرفتش علاش، واش من العنوان ولا من الصوره ولا من هكا، الانسان غير يدخل ويشوف بعد الفيديو كي داير عاد يحكم، فهمتيني؟ يحكم بالتعاليق، يعني ملي غتدخلي انتيا وتشوفي الفيديو كي داير، وغادي ديك الساعه تحكمي بالتعليق اما خايب اما زوين. وعافاكم الا عجبكم الفيديو ديروا جيم باش الفيديو يطلع لاكبر المشاهدين، وكما كتشوفوا وطلع القناه اكثر. هادشي اللي حتى هو اثر فيا، كنشوف المشاهده قليله واخا كنخدم على الفيديو وكنعطيه وقته، واخا الوقت ما كاينش عندنا كنشوف المشاهده قليله، يعني باخلين عليا بالمشاهده وباخلين عليا بالاجام. ارجوكم هاد البخل يتحيد ان شاء الله، لا مني ولا منكم، يعني حتى انا غنخدم على ان المحتوى يكون اكثر مصداقيه، اكثر تبسيطا ان شاء الله في الدرس، يعني باش يعجبكم ويعجب كل المشاهدين ان شاء الله ديال القناه. والى الفيديو القادم ان شاء الله.